سلام، فوالا حكمتني اون انفي دو بيتزا. قلت نوجدها بلا فارين اكسيتيرا، لا بيتزا يعني كلاسيك. قلت تحكم الوقت بزاف، عندي خبز هنا يابس، قلت نديرو اون بيتزا تكون ديجا غابيد و غابيد اي فاسيل افير. نحكمو الخبز هذاك اليابس، نقطعوه هكا اون بتي مورسو، نحطو دو كوتي ونجيب البيض. حطيت هنا زوج حبات بيض مع نص كاس حليب، حطيت الملح، الملح ما تكتروش بزاف باسكو الخبز ديجا مالح، ملح فلفل كحل، ثوم اون بودغ وبابريكا. نخلط هاد العناصر كل مع بعضها مع فيك الفورشيت، ونولي نفرغ هذاك الخبز اللي قطعته، قلنا قطعناه رقيق، نحطه فوق البيض والحليب، نخليه يشرب شويه. لو طون نجيب انا مقله نحطها فوق لا كويزينيير، فوق لو فو، ندهنها بالزبده بيان اونتوندو، بالزيت ولا بالزبده، بصح الاحسن شويه زبده خير، ولا مارغارين. نعقبو بالبانسو على لي كوتي اكسيتيرا، ونجيب نفرغ هذاك لو ميلونج، فرغو بيان كوم يلفو، نتاليه بيان 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 على المقله، ما نخليش الفراغات، يسيب بشافيك اون سباتيون فيها كدا ماريز. نطيبوه دان كوتي، ومن بعد نجيبو نقلبوه في صحن على الجهه الاخرى. بعد ما قلبناه نزيد نجيب شويه زبده نحطها في المقله نذوبها، ونرجعو على لافاس الاخرى باش يطيب. نكون انا هنايا لاصوص طوماط تاعي ما طيبتهاش، رابيت ان طوماط معاها شويه ثوم، ملح، فلفل كحل، زيت الزيتون الاخر تاع لا بيتزا، زعتر، ونيطاليه سوغ لا بيتزا. ندرك هنايا نتوما لا ديكوراسيون حطوا واش حبيتو، انا نخدم افيك لي موان دو بور واش لقيت عندي في الفريغو. لقيت عندي شويه هذا شويه كاشير حطيتهم الفوق، عندي هذوك لي فروماج تاع ساندويتش ثاني حطيتهم الفوق، رحت لها تاع لو غرييغ لقيتهم ديجا خربوا لي فيه، حطيت شويه برك على لي بارتي هذوك لي فراغات، نغطيه بيان اونطوندي، نخليه لو فو دليل خلاص، نقص خلاص لو فو، نخليه نغطيه ونحطو هاي بعد ما طابت. سيتي سيكولون.